وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. يعني محمود، انقل لنا الصورة لديك. نعم، بعد التحية، بالتأكيد هي زيارة هامة اليوم لوزيرة الخارجية الألمانية التي جاءت لتفقد المساعدات والشاحنات الموجودة سواء خارج مطار العريش والشاحنات المصطفى أمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر، أو حتى خلال جولتها بمعبر رفح. عندما وصلت الوزيرة إلى معبر رفح، التقت هناك بمسؤولي الهلال الأحمر المصري ومنسقي وممثلي الأمم المتحدة والأونروا داخل قطاع غزة. استمعت بالطبع إلى الجهود التي يتم بذلها لدخول المساعدات والشاحنات، والجهود التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر المصري، والتعاون الذي يتم من كل الجهات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ثم استمعت أيضا إلى الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بإدخال هذه المساعدات والإجراءات التفتيشية في المنافذ المختلفة، أو حتى في بعض المواد التي يتم يعني عودتها مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي. ثم استمعت أيضا إلى نائب مدير العمليات للأونروا داخل قطاع غزة عن الوضع داخل قطاع غزة وعن الصعوبات التي يواجهونها أثناء عملهم داخل القطاع. هي بالتأكيد أشادت بالجهود المصرية المبذولة وضرورة الوصول إلى وقف إطلاق نار، لكن مع إدخال أيضا مزيد من المساعدات خلال الفترة الحالية. برفقة الوزيرة أيضا وصلت طائرة مساعدات ألمانية إلى مطار العريش على متنها 11 طن ونصف الطن أيضا من المساعدات الغذائية المختلفة. عندما أيضا تحدثت اليوم مع المسؤولين الموجودين أمام المعبر وتعرفت على المجهودات الموجودة، كان لنا يعني لقاء مع نائب مدير العمليات بالأونروا داخل قطاع غزة، والذي جاء إلى معبر رفح اليوم لإطلاع الوزيرة على الصعوبات وعلى الوضع داخل قطاع غزة. هو أكد أن الوضع سيء للغاية في قطاع غزة، وأن 90% من السكان يعني نزحوا من أماكنهم، وأيضا أكثر من 1.5 مليون في رفح جنوب غزة، بالإضافة إلى أن ما يقرب من 300,000 فلسطيني في الشمال لا يستطيعون الوصول إليهم ولا يستطيعون إيصال المساعدات لهؤلاء الفلسطينيين في الشمال. وهو بالتأكيد أكد أيضا على صعوبة الأوضاع وضرورة إدخال مزيد من المساعدات للأهالي وعودة حتى دخول الشاحنات التجارية مرة أخرى، وأنهم يسعون إلى دخول أكثر من 100 شاحنة في اليوم لداخل قطاع غزة. وأكد أن هذه الزيارة مهمة على الأقل للجانب الفلسطيني، يعني الإحساء أن يصل إليهم شعور أنهم غير منسيين فيما يتعلق بإيصال هذه المساعدات. هو بالطبع وجه أيضا الشكر لمصر ولجمعية الهلال الأحمر المصري على الجهود المبذولة أيضا سواء كانت لوجستية أو تطوعية، ووجه رسالة إلى كل دول العالم بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وأيضا يعني عودة الرهائن والأسرى وإدخال مزيد من المساعدات داخل قطاع غزة. وعن الحركة أيضا اليوم، هناك عدد كبير من الشاحنات ما وصل إلى الجانب الفلسطيني اليوم، نتحدث عن 110 شاحنة بها عدد كبير من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 6 شاحنات وقود، نتحدث عن 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار، بالإضافة إلى أن المعبر اليوم أيضا استقبل 17 مصابا، بالإضافة إلى 200 من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية، بالإضافة إلى الشاحنات التي دخلت في صباح هذا اليوم إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة، نتحدث عن 272 شاحنة دخلوا بالفعل إلى المنفذين لإجراءات التفتيش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، بالإضافة بالطبع إلى الطائرات التي تصل إلى مطار العريش، وكان من ضمنها الطائرة الألمانية التي وصلت اليوم. فبالتالي هي جهود مصرية كبيرة تتم في إدخال المساعدات واستقبال مثل هذه الزيارات التي يتم التأكيد من خلالها على كل هذه الجهود المصرية المبذولة. نعم، مراسل التلفزيون المصري محمود جميل كنت معنا من العريش مباشرة، شكرا جزيلا لك.